10 كيلومتر 10 كيلومتر عشان 10 كيلومتر ممر استراتيجي اقتصادي هام من اجل يعني واحد الشعب وهو شعوب فيها موريتان فيها المغرب فيها فرنسا فيها اسبانيا فيها افريقيا هذا ماشي الشهاده اذا كانت ولا الجرحى اذا كانوا ضحاوا من اجل هذا الشيء ومحقق في الارض ارنا انتوما كتموتوا وكتنجروا بدون ما تحققوا مترو في الارض الله يرحم مشكلك سيد اختمه بالسلاح هاوي لا لا اخبط الله يناد احسن كلاس ضرب ضرب مغاربه ضرب اسقاط 70 اسيره سهل الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه سي الهنده الهبال ديالك والله ما بغيت نوصل معاكم باستفزازات وداك الهبال والله الا عندي من الكفاءه نستفز تبارك الله عليك تبارك السيد الخوت هذا السيد هذا صحراوي مغربي قح مغربي بير كنوجهوا ليه التحيه الاخوان انا تفرجت اللايف ديالو كامل ولكن تعمد نسجل لكم هذه اللقطه هذه ضحكاتني اللايف ديالو سجلته السيد عارف شنو تيقول عارف ما كيعياو ما يستفزوا فيه عياو يهدوا فيه والو ما كيخافش الراجل ونص هو هذا شرف المغاربه كاملين وعدزوا بهم وعدزوا بهم لان حققنا المراد احنا محققين المراد حقين انتصار كبير كاين مشكل ولكن نقول لهم انتما اش درتوا كيموتوا فيكم وكيتجرحوا فيكم ولكن اش درتوا كيحرقوا فيهم كيحرقوا فيهم السي الهنده صافي اه وما تبقاوش تسوقوا وتحيه لكم وشكرا لكم جميعا والى اللقاء ان شاء الله في شي لايف اخر الى شفنا مولي الروكار حنا راسو مولي رانا المرغولو خلوني لا انا معاه لا تدوها فيه برغو 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 عليه خلوني غير انا معاه بارك انا غير مستواي الله يخرج مع مستوى الرويد الليل يا خوت الرادي الليل هذاك مسترزق لا اقل ولا اكثر ما يوصلش هذا السيد حتى الوسخ ديال الفاره ما وصلش هذا راه مع ولادو وقات مع وليداتو وقرى وليداتو وخش يشدوا الماستر وخدم في بلادو خدم صحافي وكيتمتع بخير بلادو اما الروكار داك الرادي الليلي الخائن المنبوذ في فرنسا بعد على ولادو سب وشتم ما كيتيقوا فيه لا بوليزاريو لا مغاربه دل المهم تحياتي الاخوان حتى القبر ديالكم القبر ديالو مازال هادي هذاك الشباب اللي غيموت فرنسا ما غاديش تدفن فيها كاين واحد الطرق باش تدفن فيها ما عندوش اسمع بارد قال اسمع في الاخير غادي تحرقوا فرنسا مع الكباء يتشوط الماء وغيجربوا فيه لقاح فيروس كورونا الله يجعله وبركاته تحيه الله يرضي عليك السي الهندي